عسلامة عسلامة سافا سافا الحمد لله. شنو بروجرام؟ بروجرامي 2022. شنو رايك؟ ان شاء الله مبروك رايي معايا. ان شاء الله مبروك بالحق بالحق ان شاء الله مبروك. ها؟ ما نحبش نقعد انا في تونس. علاش ما تحبش تقعد دور لي هكا شوية؟ ما نحبش نقعد خاطر تونس غالية برشا 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 في كل شيء معايا. معيشة غالية فيها كل شيء غالي ما نعرفش انا. ما عادش ساعة تونس. يزعاد والله العظيم والله يس. تنكر خير بلادك؟ لا ما ننكرش خير بلادي هذيك على راسي معناتها. اما ياسر ولد كاسحة تونس ياسر ياسر. شنو الحل؟ كيف الحل؟ الحل ما نعرفش انا. عندك حل ليه معناتها؟ تعمل مشروع معناتها وتعيش لهنا هي تخرج معناتها. هذا هو الحل معناتها. وانت قلت لي باش نخرج بما انه زاد صعيب انك تعمل مشروع توا واحد من يعطيك الصحه. صعيب برشا زاد صعيب باش تعمل مشروع. دونك الحل معناتها انك تخرج معناتها من وسط تونس كوا. هذاك هو الحل انا نراه كمخي انا معناتها انا نرى الحل هكاك. تخرج البر يعطيني اي هك خرجت البر قول لي شنو باش تعمل باش كيف غادي عيشه اخرى معناتها بار فهمت ولا عيشه اخرى غادي تنجم تكون روحك تنجم تعمل برشا حكايات لان ما تنجم تعمل حتى شيء انا ما تنجم توصل حتى شيء مش تخرج تعيش كما انت ما تموت كما انت ما والو فهمتني هاي هذا رايي انا معناتها. هذا رايك انت برا خير خير برشا برشا ديما احنا نحكيو باهي لحظه برك قبل اسمعني اقف بجنبي هكا فهمت اقف بجنبي هكا وديما نخسروا هكا الكاميرا باش ما وجهك يتعب باهي تو باش نعرف اوكي باهي. ديما احنا نقولوا اللي العيشه معناها البرا يعني الشباب كي يجي يحاورني ويحكي معايا يقول لي العيشه البرا خير خير بياسر الخدمه البرا خير حقوقك البرا تاخذهم برغم اللي انت ماكش من البلاصه هذيك لكن معناها انسانيا تعاملت الانسانيه البرا خير يعني والفلوس خير تخدم تلقى اليوم ولينا في تونس مثلا ما نركزوش مع الحاجات الانسانيه يعني المعاملات الانسانيه اما كي نخرجوا لبرا نوليو نعطيو قيمه كبيره للقيم الانسانيه علاش حسب رايك؟ صحيح 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 علاش خاطر ما نعرفش انا خاطر خرجت من بلادك وكنت في حكايات وليت في حكايات كنت عايشه نوع وليت نوع هذاك معناتها فهمت كيفاش؟ هذاك كيما قلت لك انا معناتها برنامجي معناتها ان شاء الله خارجه معناتها زايد معناتها تونس ما توصلش مش معناتها ما نعرفش قليل اللي يوصل فيها تونس لازمك توصل عندك الكتاب في تونس سينو ما توصلش تنجم تعمل حتى شيء معناتها تعيش كيما انت معناتها فقير راك تعيش فقير في وسط تونس معناتها تنجمش تتطور يعني تولي تعمل فلوس شو تنجم تطور مش تنجمش تطور اما تو ما عادش معناتها كيفاش باش تطور اعطيني انت معناتها تنجمش تطور معناتها كان يخدم كل شيء كل شيء كل شيء تونس واقفه 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 بالحق اقسم بالله فهمتني الحل دونك الحل معناتها خروج باهي انا هذا رايي معناتها رايي الخروج خير برشا باهي كي تخرج انت باش تخمم تخرج وتعيش لبرا وتقعد غاديك ولا تكون وترجع لبلادك هذو ما زوز حاجات مختلفين يعطيك صح يعطيك نكون ونرجع لبلاد نحب نكون انا معناتها نعمل كهرباء كيما العباد دار كيما العباد ما نعرفش انا برشا حوايج كيما العباد معناتها نرجع لبلادي ديما تبقى بلادي هذه وما ننساهاش معناتها ديما بلادي على الراس معناتها ما ننساهاش فهمتني نكون ونرجع لبلادي شنو في مخك باش تخدم غادي شنو في مخي باش نخدم غادي نخدم اي حاجه معناتها اي حكايه غادي نخدمها عادي معناتها مش كيف غادي مش كيف لهنا غادي علاش باهي سمعت انت قلت حاجه باهي برشا مش كيف غادي مش كيف لنا شنو الفرق بياك باش تخلص مليح غادي تصور فلوس غادي معناتها تنتج فلوس غادي هذاك علاش معناتها غادي خير خاطر تنتج فلوس وقدرك فهمتني تعاملات معناتها مع كل شيء معناتها غادي خير في كل شيء غادي خير كل شيء كل شيء كل شيء غادي خير في كل شيء حتى نساء غادي خير لا 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 ما قلتش لا بنات بلادي شنو نساء غادي خير كومام اما من فيك انا ما قلتش لا 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 خليهم يدوروا عليه نسلتك لا لا مش نساء غادي خير معناتها بنات بلادي هذوك على عين والراس فهمتني ولا اما برشا حاجات غادي خير برشا برشا حاجات باش تاخذ انا بليه نخوها نبليه نخوها نبليه صفاقسيه منين تحبيه نخوها انت منين انا من صفاقس تاخذها صفاقسيه نخوها صفاقسيه وي باهي مادامك كشبت لي على صفاقس هل صحيح انه صفاقسيه ما يعطيو بناتهم كلها صفاقسيه صح اي صحيح ولادهم وولادهم زيدا ما يعطيو كان الصفاقسية اما فما توا نشوفوا اللي برشا قاعدين ماخذين من معناها ماخذين من الولايات الكل هو لما حال اما نحكيو على الالقاب الكبيره
يقولوا ما يعطيو كان في بعضهم. اي كان معناتها للفامي معناتها فهمت ولا بنات خالات ولا خالات بالفامي في الاخر من الفامي ما يعطيوش معناتها. وانا بحولاني اخو كان صفاقسيه معناتها بنت بلاد. علاش؟ علاش مثلا هاك انت صفاقسي فسرها. يقولوا اخيرا ما يمشيش لغيرنا معناتها في بعضنا فهمت هذاك علاش معناتها. نحبوا ديما مع بعضنا فهمت في كل شيء معناتها كان سب كاي حكايه معناتها. هذاك علاش؟ يعني خيركم ما يمشيش لغيركم. هذيك احنا شنو نقولوا معناتها اوكي الطفله مثلا فرضا ما تحبش تاخذ ولد خالتها تحب تاخذ واحد تحبه هي ما نعرفش انا صفاقسي زيد يصير فما برشا 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 مش يصير ديجا صاير معناتها نحكي في حاجات صايره صحيح صحيح فما برشا عباد ما مش واخذين صفاقسيه معناتها مكتوب هذه كل معناتها شنو الحاجات المعروفه بس كي تقول صفاقسي شنو نقولوا ديريكتومون شنو نقولوا حسب رايك انت مثلا هك انا ما نحبش نقول زيتون شنو هي معناتها لا لا باش معروفين الصفاقسيه مش الحيط صفاقسيه في سخ هكا هكا ولا يقولوا باي ديهم ملمومه يقول. مش معناها مش حاحين يديهم ملمومه يعني يستحفظوا على الفرنك يستحفظوا على الفرنك برشا هو اصلا معناتها الصفاقسيه كلها بس عليها مواصلين بشنو معناتها مش بالحكايه معناتها لا مش حا لا 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 والله لا اما شنو هو ديما الاستحفاظ به معناتها علاش الصفاقسيه هكاك والله بالحق بالرسمي معناتها ديما ديما الاستحفاظ به مش دور عليا راهو الصفاقسيه لا سؤال عادي بسيط جدا سالناه عادي اكيد اكيد هاي مش حاحين نصلحوا المعلومه للتوانسه صح هاي مش حاحين لا مش حاحين الصفاقسيه اما استحفاظ كوا معناتها اما لين الخساره وي وي لين الخسارة هاي ما يحبوش يخسروا معناتها فهمت ولا مش حاحين اما لين الخسارة يا غالي وناس تحفظ معناتها صفاقسية هذا انا شو نقول يستحفظوا معناتها ويستحفظوا ويكونوا يعملوا شركة هاي 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 بالرسم معناها انت كي تمشي تخدم البرة تلم فلوس تقعد مستحفظ على عرق الصفاقس اللي فيك اكيد ولا تصرف تتبدل حاجة اكيدة لا حاجة اكيدة هذه لا لا عاد شو مش يولي عندي معناتها احنا برشا فلوس معناتها نتبدل انا كيما انا معناتها فهمت ولا كيما انا معناتها فهمت استحفاظ باهي راه باهي باهي الاستحفاظ تاخذ صفاقسية تولي وما شاء الله لاباس عليكم ان شاء الله تعرفش علاش علاش خاطر انت مش تبدلها الفلوس صحيح استحفاظ باهي راه بالحق اقسم بالله علاش ديما معناتها صفاقسية مش حاحين صفاقسية لا غالطين بالعكس فايقين صفاقسيه فهمت بالرسمي فايقين معناتها كيفاش احكي لك فايقين معناتها اللي يخليك معناتها تستحفظ على الفرنك فايق عندي انا فايقين بالحق معناتها خاطر الفرنك نورمالمون يستحفظوا عليه فهمتني ولا شو ما نعرفش انا بالكش العباد بياخذوا فكره خايبه معناتها هم مش حاحين نو 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 امشي فسر لهم عندك وقتك باش تفسر يعطيك الصح امشي انت اللي صفاقس معناتها شوف صفاقسيه شنو ياكلوا شنو فهم مش عارف انا فهمتني ولا ما شاء الله بالحق نيتها معناتها وقولوا لا مش حاحين نو غالطين ما مش حاحين اما يستحفظوا بون فينال استحفاظ هو معناتها يعني الفرنك يخرج يعملوا له ايتود كامله يعطيك الصح في بلاصته الفرنك يخرج في بلاصته معناتها وذاك الحمد لله معناتها شوف انت صفاقس معناتها شنية تو معناتها فهمت ولا كان شي صفاقسية راني مانيش بالحق والله العظيم اي والله راني لهنا هذوك هما الصفاقسية كيفاش يعيشوا معناتها واضح انت تو قعدت تصلح في معلومة للعباد يعطيك الصح هما لا صفاقسي مش حا نو مش حا استحفاظ الحكاية الكل هذيك هي معناتها عباد يقولوا لا متشرب عباد ما نعرف شنو غالطين صح ماهوش متشرب ماهوش استحفاظ نحكي كل استحفاظ الصفاقسيه هذيك هي معناتها واضح يعطيك الصحه ميرسي عايش